يا هلا، اهلا وسهلا بيكم. ازيكم؟ فيديو مش متحضر له خالص، وما حضرتلوش اي سكريبت، وما كانش في بالي اللي انا اعمله، لكن الفكره جت في دماغي دلوقتي وقلت هعمله دلوقتي وانا قاعد. طيب ليه بقى؟ ليه الفكره جت في دماغي؟ عشان انا قاعد دلوقتي في لاونج في مطار سنغافوره، مستني طيارتي اللي هتوديني ان شاء الله العلي العظيم اسطنبول. الفكرة ان انا عاوز اقول للناس ازاي تقدروا انكم تدخلوا اللاونجز جوه المطارات ببلاش من غير ما تدفع ولا مليم. والناس اللي ما تعرفش ايه اللاونجز دي، اللاونج ده اللي هي بيسموها كده بالعربي صالات درجة رجال الاعمال، وصالة الدرجة الاولى اللي هي صالة فخمة بيبقى فيها الاكل ببلاش والشرب ببلاش وفوتيهات، وتنام عليها وتنام فيها وتاخد شاور مثلا فخمة كده، يعني تاخد شاور تقعد كده بفخامة والكلام ده، تستنى طيارتك لغاية ما تكون الطيارة مستعدة انها تستقبل الركاب، وبعدين بتسيب اللونج وتروح طبعا الجيت ومنها للطيارة. طيب فالفيديو ده انا مش محضر له، فمعلش اعذروني لو انا ايه حصل لجلجة في الكلام، انا بس الافكار جاية في دماغي فانا عاوز اقولها، هحاول اقولها بترتيب يفيد الناس. تمام؟ طيب زي ما قلت لك اللونجز في كل مطارات العالم هتلاقي حاجه اسمها لونجز، وبتلاقي ان ليها ريستريكشنز. طيب عشان تدخلها لازم تكون حاجه معينه. ايه الحاجه دي بقى؟ يا اما انت حاجز درجه رجال الاعمال او الدرجه الاولى، فانت من حقك انك تدخلها. تمام؟ دي حاجه مفيش مشكله، بس دي فلوسها كتير، انت كده دفعت كتير، دفعت درجه رجال الاعمال او البيزنس كلاس او الفيرست كلاس كتير قوي، فسيبك من الموضوع ده. تمام؟ ايه بقى ايه الحاجة التانية واللي انا بعملها، او خلينا اقول هي دي ما بين اللي هي فور فري خالص وما بين انك تدفع فلوس كتير قوي، انك تسافر كتير على نفس شركة الطيران. بمعنى ايه؟ لو انت بتسافر اي حتة فانت في القاهرة اركب على طول مصر للطيران، ما تركبش اي حاجة تانية، هتروح في اي حتة اركب مصر للطيران، او اركب حاجة تبع التحالف اللي فيه مصر للطيران زي ستار مثلا، ستار الاينس مثلا. تمام؟ انت عمال بتجمع مايلز بتجمع مايلز بتجمع مايلز، وبعدين بترتقي عضويتك، انا حتى بقولها باللغه العربيه الفصحى زي ما هم بيقولوها، بتتحول من مثلا اللي هو نورمال مثلا تبقى فضه مثلا سيلفر، وبعدين جولد ممبر. تمام؟ المهم انك انت توصل لموضوع الجولد ممبر ده، لو وصلت الجولد ممبر ده خلاص كل اللونجز اللي مفتوح اللي في العالم كله اللي الطيارات دي بتروحها اللي هي تبع تحالف مثلا ستار، وهاخد المثال ده على انه ستار الاينس، انت من حقك انك انت تدخلها فور فري. وهو ده الكيس بتاعتي بالظبط، عشان انا بسافر كتير وبسافر كتير على الطيران بتاع ستار الاينس، انا بقيت جولد ممبر في حاجه اسمها كريس فلاير اللي هي سنغافور ايرلاين، وبالتالي فتحت لي لما اسافر على تركيش بدخل لاونجز على تركيش ايرلاين، لما بسافر على ايجيبت اير بدخل لاونجز، لما بسافر على اير نيوزيلاند اللي كل ده تبع تحالف الستار بدخل برضه لاونجز. تمام؟ طبعا دي هتلاقيها كتير قوي للناس اللي زي حالتنا اللي هم الاي تي والكونسلتنت اللي بيسافروا تبع شغلهم والكلام ده، احنا ما بندفعش تذاكرهم يعني، هم اللي بيدفعوا لنا الشركات يعني. فده موضوع تاني بقى نتكلم فيه، ان الناس ازاي تبقى اي تي وشغاله في مجالات معينه بحيث ان الشركات هي اللي تسفرها، وبالتالي في الاخر يبقوا جولد ممبرز وبعدين يدخلوا اللونجز. ده موال وموضوع كبير بتكلم عليه في حلقه تانيه خاصه بيها. تمام؟ طيب ده السبب التاني اللي ممكن يدخلك لونج. تمام؟ طب ايه بقى السبب التالت اللي هو فور فري خالص وما تدفعش فيه ولا مليم، بمعنى ولا مليم؟ ان يكون معاك كريدت كارد من بنك معين، البنك ده عامل اتفاقية مع شركات الطيران بحيث انك انت لو انت حامل للكارت ده او للكريدت كارد ده تدخل اللونج ببلاش. وده اكتر الناس هي بتعمل كده، الناس مثلا ما بتروح بلد معينه مثلا زي الامارات مثلا او زي السعوديه او زي سنغافوره، بنقعد ندور. يعني انا لما رحت سنغافوره كان اول سؤال ليا ايه البنك ايه الكريدت كارد بتاعه بيديك مايلز، تمام، وفي نفس الوقت بيدخلك لونجز. في هنا مثلا بنك اسمه دي بي اس اللي هو اكبر بنك موجود في سنغافوره، ده الكريدت كارد بتاعه بيجمع لك مايلز، ممكن تجمع بيه مايلز، وفي نفس الوقت بيدخلك عدد مرات معينه اللونجز فور فري ببلاش. تمام؟ طيب لكن انا طبعا قلت لك انا جمعت مايلز فبقيت جولد ممبر، فبقيت بدخل اللونجز ببلاش. تمام؟ الكريدت كارد ممكن يكون فيزا، ممكن تكون ماستر، ممكن تكون امريكان اكسبرس. سو في البلد اللي انت فيها
شوف ودور على الانترنت ايه الكريدت كارد اللي ممكن يدخلك اللونجز ببلاش. هو ده، روح اعمل معاهم كريدت كارد. انا مش بقولك يكون عليك اي حاجه لا انترست ولا الكلام ده ولا بتاع، انا بقول لك بس تعمل الكريدت كارد، ما تستخدمهوش حتى، اب تو يو يعني، دي حاجه تخصك انت، انت تشوف انت عاوز تعمل فيها ايه. والكريدت كارد ده هيديك ability انك انت تدخل جوه اللونجز فور فري. طيب في كمان بعض الشركات وبعض البنوك بتعمل لك حاجه تانية. ايه هي بقى؟ بتعمل لك اشتراك مجاني مع حاجه او مع شركه اسمها Priority Pass. ايه Priority Pass دي؟ Priority Pass دي شركه متفقه مع اللونجز في كل مطارات العالم تقريبا، ان اللي معاه الكارت بتاع Priority Pass اسمها Priority Pass، للاسف مش معايا في المحفظه، انا سيبته في البيت، لو كده كنت هقوله لك، بس هو برضو في اب اسمه Priority Pass، تقدر لو انت معاك الكارت ده تدخل كل اللونجز فور فري. وبعض البنوك زي مثلا دي بي اس بيديك مرتين في السنه انك تدخل بالبريوريتي باس فور فري وبعد كده تدفع. طيب البريوريتي باس كمان انت ممكن تعمل معاه اشتراك سنوي، تدفع مبلغ معين، انا مش فاكر المبلغ خالص، بس المبلغ ده بيتاح لك انك انت تستخدم اللونجز ده بالذات للناس اللي بتسافر كتير ولسه هم مش جولد ممبر، فممكن ان هم يدفعوا المبلغ ده ويستخدموا البريوريتي باس ان هم يدخلوا اللونجز فور فري. اللونج تمام تاني مره جميله فعلا تستحق. غير الفخامه في هدوء، ممكن في قسم تنام فيه، في بقولك تاخد دش مثلا، تريح، شزلونجات، اكل حلو جدا، عصاير جميله جدا، شاي وقهوه، كل حاجه فور فري، فانت اكنك قاعد مستني الطياره كده بمزاج، واخد بالك؟ فده كويس. اجمل لونج انا شفته، بمناسبه الكلام على اللونجز واللي انا في لونج، اجمل لونج انا شفته هو اللونج بتاع اسطنبول، مطار اسطنبول، اللونج بتاعه اللي انا ان شاء الله رايحهم دلوقتي، اجمل لونج واحلى لونج. مش عايز اقول لك الاكل فيه عامل ازاي، وطبعا اكل شرقي تحفه، عصاير وحاجات، حاجه زي الشاي، حاجات سخنه بقى، اللي هي حاجات سخنه جميله جدا، تمام، والقعده فيه جميله. وانت عارف ان فيه حاجه زي اوض النوم تقفلها عشان تنام 3 4 ساعات لو طيارتك لسه متاخر، يعني لسه فاضلها كتير. وطبعا في اماكن لانك انت تاخد دش نفسه، وفي بيانو شغال لوحده، وفي ميوزك حلوه، وفي اماكن تتفرج فيها على ماتشات الكوره، تحفه تحفه. بالمناسبه انا طلعت فيديو كان جزئين كمان، عملت جزئين عليهم في اليوتيوب بتاعي، ادخلوا عليه وشوفوه هيعجبكم. اللونج ده جميل، ادخلوا على الفيديوهين دول، انا كنت صورت اللونج كله وخليتها على حلقتين في اليوتيوب، ما قدرتش امسك نفسي، طلعته على طول، كان جميل. ادخلوا اتفرجوا على الفيديوهين دول هيعجبوكم. بس خلينا نلخص الكلام ده للي ما شافش في الاول، انت عشان تدخل اللونج يا اما تكون حاجز تذكره درجه رجال الاعمال او تذكره فيرست، فهتدخل اللونج اوتوماتيك، وانت بتعمل التشيك ان بيديك الكارد بتاع اللونج اوتوماتيك، ما فيش حاجة، بس دفعت فلوس كتير، ده سبب من سبب دخول اللونجز، وده السبب الرئيسي، أو اللونجز معمولة عشان كده. السبب التاني بقى إن سعادتك زي حالاتي بتسافر كتير فبتجمع مايلز، فأنت جولد ممبر، فخلاص جولد ممبر في شركة الطيران، فأنت برضو من حقك تدخل اللونجز ببلاش. السبب التالت اللي هو فور فري خالص، شوف البنك اللي بيعمل كريدت كارد وحامل الكريدت كارد ده مسموح له انه يدخل اللونجز ببلاش. في اللي هو ما بين البنين انك انت تشترك مع شركه Priority Pass، هم بيدوك كارت، الكارت ده بيسمح لك انك انت تدخل كل اللونجز تحت سعر معين، بمعنى اللونجز ببلاش، بس انت بتدفع اشتراك سنوي للبريوريتي باس عشان يبقى عندك اكسسبيلتي على اللونجز دي. حاجة أخيرة نسيت أقولها، إن في لونجز في المطارات تدفع لها فلوس، يعني هنا مثلا في تيرمينال 1 في شنجي لو أنا مش غلطان، في لونج حلو جدا تدفع له 32 دولار بير بيرسون، تدخل وتعيش وتقعد براحتك، أعتقد إن القعدة بحوالي 3 أو 4 ساعات، أنا مش فاكر. دي حاجة برضو عاوز أقولها ومش محضر لها، في لونجز سامحة لك تقعد 12 ساعة 24 ساعة it doesn't matter، وفي لونجز بتقول لك لا انت الماكسيموم بتقعده هنا 3 ساعات بعد كده لازم تطلع، فهي بتختلف بقى من لونج لونج ومطار لمطار وقانون دولة وقانون دولة، حاجات كتيرة في بعضها، فاكتورز كتيرة. بس انا خلصت كلامي، ولو كان في باك جراوند نويز ورايا فمعلش، في اتنين بيرجوا جنبي قاعدين بيتكلموا بلغة معينة مش هقولها،
فتعبوني بصراحة، كلامهم كتير، مش فاهمهم عشان اللغة غريبة شوية، ويا رب ما يكونوا طالعين في كباك جراوند نويز على الفيديو. إن شاء الله أشوفكم على خير. أنا رايح إسطنبول، عندي شوية حاجات بخلصها يعني، شغل وحاجات زي كده وبتاع، وكذا حاجة في بعضها كده، فإن شاء الله هصور من هناك كل ما يكون عندي وقت فاضي، هصور وأطلع شوية فيديوهات حلوة من هناك. حاجة تانية كمان، أنا عارف إن أنا طولت، هعمل لقاء مع صديق عزيز عليا أردني عايش في أنقرة، عنده إقامة في تركيا، اتفقت معاه إن أنا لما أروح هناك، بما إني بعمل فيديوهات على السفر والسياحة والهجرة، إن أنا أقعد أتكلم معاه وأشوف هو جه إزاي تركيا، وهل هو بيركومند بعد السنين اللي عاشها جوه تركيا، بيركومند إن الناس تيجي ولا لأ، تعيش ولا لأ. هنتكلم على الإقامة السياحية، هنتكلم على الإقامة العقارية، هنتكلم على الجنسية اللي هي بالشراء، شراء البيوت، هنتكلم على حاجات كتيرة. فاستنوني وإن شاء الله الحلقات اللي جاية دي تعجبكم، لأن أنا كمان من الناس اللي بحب تركيا أوي، كبلد وكشعب وكثقافة طبعا وكأكل طبعا، أكيد ده اللي أنا مستنيه، عاوز أطلع أروح هناك عشان أفتكر شوية الأكل الشرقي بتاعنا. بس أشوفكم على خير إن شاء الله، مستني تعليقاتكم، send comments زي كل مرة، وهحاول إن شاء الله إن أنا أرد على كل الناس زي ما أنا رديت على الناس دلوقتي. أكتر الناس اللي سألتني في الفترة اللي فاتت اللي أنا ما عملتش فيها فيديوهات، أنا رديت على أكتر الناس، وبرد بحاول على قد ما أقدر أرد على طول، أي حد بيسأل سؤال بدخل على طول أرد عليه. شكرا جدا جدا ليكم، أشوفكم على خير إن شاء الله، السلام عليكم. Okay.